تقي الله سور عن زكاة، عفوا الأخ محمد أحمد سالم سور عن زكاة الذهب. الذهب قالها من التالي بالتعريف، ومن الأول قال هذا الذهب، كأنه يشير اذهب نعم زكاته ما هي خفية، اللي هو ذهب اللي ما هو ذهب تازياس. هي الذهب أصلا زكاته من عنده 20 مثقالا حال عليها الحول، اللي هي وزن 85 غرام، وجب عليه حق للفقراء والمساكين، متمثل في ربع العشر اللي هو 2.5%، يعطيها للفقراء والمحاوج. أما الذهب المعيش أمره حالا فهذا لم أدخل فيه ولا يمكنني ذلك، أعترف بجهل كثير من أموره، ورأيت أيضا تهافتا من الناس عليه أول أمره، أعلم أنه سيجر ذيله أيضا إلى المفتين فسيقع التهافت، لأن الذهب أمر عظيم. فرأيت نفسي أجهل كثيرا من أموره، وهنا من هو أحق بالفتوى منه، فسألت الله جل وعلا التوفيق لي ولهم وأن يسلمني من أمره، فلا أتكلم فيه، لا يحق لي أن أتكلم. جزاكم الله خيرا شيخنا، فضيلة الشيخ، نختم بالدعاء.